تتجه أنظار المسيحيين في لبنان والعالم نحو عاصمة الكاثوليك الفاتيكان، حيث تبدأ بعد ساعات من الآن أولى جلسات انتخاب حبر أعظم خلفا للبابا بنديكتوس 16، لينتهي بذلك شهر من المفاجآت بعد الاستقالة البابوية التي شغلت العالم. ورغم التسريبات التي ترجح بعض الأسماء على أسماء أخرى والتي تضع الكاردينال الإيطالي أنجيلو سكولا في الطليعة، يبقى الترقب سيد الموقف بانتظار سيد الكنيسة الجديد. في مقابل هذه الديمقراطية الفاتيكانية تعثر في الديمقراطية اللبنانية، فلا توافق على قانون انتخاب حتى الآن، ما يضع مصير الانتخابات في مهب الريح وسط تزايد الحديث عن تأجيلها. أما الحكومة التي عقدت جلستها في السراي الحكومي فتعصف بين مكوناتها خلافات كثيرة على خلفية أكثر من ملف، بدءا بالملف المعيشي وليس انتهاءا بالملف الأمني الذي عاد اليوم إلى الواجهة مجددا من خلال تجدد الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوي، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.